انطلاق الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة وسط أجواء هادئة وإجراءات أمنية وإدارية مشددة. ساد الانضباط والأجواء الهادئة اليوم الأول من الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في مختلف المناطق اللبنانية وسط تدابير أمنية، لا سيما في المناطق الحدودية الجنوبية. سباقات كثير هينة كمان كانت الحمد لله، والله معظمهم كان بأزمة، يعني أحداث البلد وقطاع الكهرباء خاصة بعكار والمشاكل التراب كان كلها عم بتأثر على الطالب وعلى تحصيله العلمي، فنتمنى تكون المسابقات فعلا يعني تكون مراعية الظروف. صار لهم فترة معطلين ودرسوا منيح وتحضروا وما عم بخوفونا، إن شاء الله إنه هلا بشهر رمضان بتكون الأسئلة هينة. متأمل يكون خير لكل تلاميذ بكل لبنان، وإن شاء الله ياخذوا ثمرة نجاحهم وثمرة تعبهم. هيدا يعني شيء بفرحنا احنا المعلمين، بفرح الاهالي، بفرح المجتمع كله. وجال المدير العام لوزاره التربيه رئيس اللجان الفاحصه فادي يرق على المراكز واطلع على سير الامور فيها.